مختصين في صناعة الأدوات الخشبية. الفكرة تاعنا هي أننا نجمع بقايا الخشب، تسمى من الفكرة تاعنا أننا نستغل بقايا الخشب تاع الورشات، خشب جديد مش مستعمل، ونركب بها، وطريقة عندنا طريقة خاصة بنا نركب بها الأشكال هذه اللي نخدموها، وشكلناها على شكل أواني. هي فرصة للإطلاع على مجهودات التي بذلتها الوزارة الوصية والمديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف من أجل تنمية هذا القطاع، من أجل المضي قدما بتكوين الحرفيين، تأهيلهم ومرافقتهم لتجسيد المشاريع التي تعتبر دافع لهذا الاقتصاد الوطني.